الشباب للمساهمة في الرفع من مخزون الدم بمراكز تحقن الدم للمملكة، مبادرة ببعد إنساني تحسب للجمعية الفتية شباب القرن 21. هذه الدورة الثانية ديالها، الهدف ديالها هو تحسيس الشباب الأهمية ديال التبرع بالدم، وعلى أساس أنه لو عندنا متطوع ناس يتبرعوا بطريقة منتظمة. كنعطي الدم، كنعرف أن كاين بزاف الناس لأنهم كيحتاجوا ما كيلقاوش مساعدة. المهم حنا كنديروا أجر، وكان اللي كيحتاج الدم كنعطيو الناس اللي كيخصهم. اليوم الأمن ديالي حطيتها في السنتر الهوسبيتالي ديال محمد الخامس، وتا هي كان مشكل عندها بأن خاصها الدم، ولهذا كان يعني الانسان كتحس يعني اي واحد ضروري كنظن انه ضروري يتبرع بالدم، راه حاجه طبيعيه ومهمه. الاقدام على التبرع بالدم بشكل منتظم يحافظ على المستوى المطلوب من مداخل الدم، وهو بمعدل 300 كيس في اليوم بالنسبه للمركز الوطني والجهوي لتحقن الدم بالرباط. الدم عنده مده صلاحيه، فهذا مهما تبرعنا وكل عدد كبير ديال التبرع، إلا ما تبرعناش بصفة منتظمة راه ممكن المخزون يوقف أي لحظة. التبرع بالدم بشكل منتظم يتم بمعدل 3 إلى 4 مرات في السنة بالنسبة للنساء، ومن 4 إلى 5 مرات في السنة بالنسبة للرجال.